عجوز كلام. شو حبيبتي كل شي جاهز؟ الجماعة على وصولها. حبيبي هي سادس مرة بتسألني إذا كل شي جاهز وبقلك إيه، وبعدين أنا وصولها صار لهم متأخرين ثلاث أرباع الساعة والأكل رح يبرد. مو مشكلة حبيبتي، لغايب عذره معه، بتعرفي طريق عجقة، حواجز مع أبي البلد، إن شاء الله ما عاد إلا يوصل ولا يهمك. المهم نحن جاهزين. يا لطيف شو هالصوت هذا؟ وين نزلت أبو فاكر؟ والله ما بعرف، بالشكل قريبة، إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله ما يكون حدا تضرر. الله يسمع منك. خير إن شاء الله. مين على التليفون؟ ألو؟ أهلين، الحمد لله. لك وينكم تأخرتوا علينا؟ شو هالحكي هاد؟ ليش وين نزلت؟ يلا المهم الحمد لله على سلامتكم، والعزيمة بتتأجل ليوم تاني ولا يهمك. لك لا 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 ولا يهمك، شو هالقصة، بس طمنونا عنكم وقت توصلوا على البيت. الله معك الله معك، مع السلامة. شو أبو فاكر شو في؟ القذيفة اللي نزلت، نزلت على الشارع العام والطريق انقطع، والجماعة ما عادوا قدروا يوصلوا، فاضطروا انهم يرجعوا، بس كلهم منح الحمد لله، ما حدا تضرر منهم. ايه الحمد لله. بس أبو فاكر شو بدنا نعمل بكل هالأكل يلي عاملينه؟ ايه والله حرام ينكب. والله معك حق، بس شي كتير ما رح نقدر ناكله كله، رح ينتزع قبل ما يخلص. والحل؟ اجتني فكرة، خلينا صحنين نسخنهم بكرة وسكبي الباقي سكبات وزعيهم على الجيران. والله جبتها ورح بلش من الجيران الفقرة. أهلين أم جوزي. تفضلي جارتنا، هي السكبة اشتهينا لك ياها. إيش وهالسكبة المدللة هي؟ الله يسلم إيديكي، والله صار لنا سنين ما أكلنا هيك أكلة ظريفة. إن شاء الله ألف هنا. يي بعت لي حمى تاخد عقلي بالسكبة ونسيت أعزنك على فنجان قهوة. تفضلي تفضلي أم جوزيف. لا والله ما فيني بنوب، لسه عندي كم سكبة بدي روح وزعون. ما قلت لك شو قررنا أنا والجارات؟ لا والله ما قلتي لي شو قررتوا. قررنا نعمل مشروع. مشروع؟ مشروع شو؟ مشروع سكبة، كل يوم الأكل يلي بيزيد عنا منرتبه ومنزبطه ومنسكبه للجيران الفقرة، وهيك الأكل يلي زايد عنا ما بينكب، وجيراننا الفقرة بيأكلوا مثلنا مثلهم. والله عين العقل، شو المطلوب مني؟ أنا جاهز. ما بتقصر حبيبي، بس بتعرف نحن عنا عادات كتير حلوة، مثلا الأجانب ما عندهم ياها بثقافتهم مفهوم السكبة، وأكيد الأكل يلي بيزيد بينكب، وممكن الواحد يكون حيطه على حيط جاره وهو شبعان وجاره جوعان. هلا أنا بوافق إنه عادة السكبة من العادات الظريفة، بس كمان ما بوافق بأنه الأجانب ما عندهم مفهوم تكافل اجتماعي. أكيد عندهم، بس بجوز بطريقة بتختلف عن طريقتنا. يعني مثلا هن عندهم المحلات الكبيرة بتوزع الفائض عندها على مؤسسات معينة بإعادة توزيعها مجانا، وهذا شكل من أشكال التكافل الاجتماعي كمان. بعدين الناس أحيانا كتير إذا بدها تتخلص من شغلة قديمة أو ما عاد بدها تستخدمها، بدل ما تكبها بتنزلها بتحطها مدخل البناية مشان الجيران يتبادلوها بين بعض. أو مثلا في جمعيات خاصة بروحوا بحطوا الأغراض، تلفزيون، صوفك، كمان التكافل الاجتماعي. والله كمان هالفكرة حلوة. المهم حبيبي هي قائمة شوية أغراض بدي إياك تنزل جيب لي إياهم مشان طبخة اليوم. شو كأنك مكبرة الطبخة اليوم؟ يعني الأغراض اللي طالبتيهم أكتر من عيار طبختنا؟ إيه حبيبي مزبوط، مشان يزيد كم صحن ونسكبهم للجيران الفقرة. أيوة إيه، خير إن شاء الله. جوز كلامه.